سلحت تنظف حي رأس النبع في مدينة بانياس من الإرهابيين الذين تسللوا إليه وقتلوا عددا من سكانه وعاثوا فيه فسادا وهجروا سكانه الآمنين. وفوج الإطفاء والدفاع المدني وفريق من الهلال الأحمر العربي السوري يستقدم ورشات الصيانة لإعادة تأهيل الحي وإعادة سكانه إليه. بعد انتهاء الاشتباكات التي حصلت في حي رأس النبع التابع لمدينة بانياس إثر تمترس مجموعة من المسلحين بين الأهالي الآمنين وتصدي قواتنا المسلحة لها، قام فوج الإطفاء والدفاع المدني يرافقهما فريق من الهلال الأحمر العربي السوري بورشات الصيانة وتنظيف لإعادة تأهيل الحي وعودة الأهالي إليه. قمنا بعملية تنظيف، عملية انتشار للجثث، عملية إخلاء للناس الأبرياء، تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، تسهيل حركة المواطنين المحاصرين وأخلاءهم وأنقاذهم والمحافظة على حياتهم. فوج إطفاء طرطوس، نحن جاهزين عهبة الاستعداد لأي عمل بيطلب منا وبأي وقت ممكن. هذا محلك؟ هذا بيتنا، هذا مستودعاتنا، محلاتنا، أي والله محلاتنا. الجيش اللي معكم عم يساعدكم يعني؟ الجيش اللي كله مساعدنا الجيش. الله يعوضكم. سمعنا حس قويس وما قويس وكذا، من سكنا وضلينا رايحين. خميس الصباح. طلع صوت قويس وكذا، كنا نايمين لسه. طلع صوت قويس كذا، لا بقى فينا نطلع من البيت ولا بقى فينا نضل بالبيت، سكننا الاباجرات، سكن الدنيا وعدنا بالبيت. وين طلعتوا؟ حكينا مع الجيش من هون على الجسر، اجى مرونا من تحت الاستيراد، نزلنا لتحت. نحن قاعدين بالبيت، نحن نزلنا قذائف بالبيت، ما فينا نطلع بالبيت، نحن ساكنين بالبيت قاعدين بالبيت. اجت علينا من ورا قذيفة ار بي جي. في مسلحين وخاربين الدنيا هون بالمنطقة، وجينا لهون. الجيش ساعدكم؟ طبعا الجيش والامن كلياتهم الله يعطيهم العافية كلياتهم موجودين معنا هلا. الاشتباك حصل نتيجة هروب مجموعة من المسلحين من قرية البيضة إلى رأس النبع وقيامهم بتصفية بعض أهالي الحي الرافضين لأعمال هذه العصابات الإجرامية المسلحة. سرب المسلحين من البيضة إلى رأس النبع وكانت المجازر هنا. عندما وردتنا هذه المعلومات قمنا بالذهاب إلى مكان الوكر للمسلحين ومداهمته والاشتباك مع المسلحين، ف قضينا على أغلبهم والباقي تسرب من قرية البيضاء بمساعدة الوديان إلى منطقة رأس النبع. هذا وقد أعيد فتح استراد طرطوس اللاذقية لتعود الحركة إليه بشكلها الطبيعي. عم بيرجعوا لأهاليهم وعم يرجعوا لمساكنهم وعم يطمنوا أوضاعهم، والوضع نظامي ومستتب، ما في أي إشكال فيها. لأخبار التلفزيون نعمة علي من حي رأس النبع في بانياس طرطوس.